السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقات الهندسة الجيوتقنية. واتكلمنا في الحلقة رقم 3 عن فحص الموقع أو Site Investigation، وقلنا أول حاجة لازم نعملها أول ما نروح نعمل أعمال المساحة، وإزاي نعمل ترافيرس، وإزاي نعمل ميزانية شبكية، وإزاي نوقع الجسات على خطوط الكونتور، ونبدأ بعد كده نروح بماكينات الجسات. هنتكلم النهاردة على ماكينات الجسات وأنواع ماكينات الجسات، منها البورتيبل اللي هو محمل على سيارة، ودي طبعا مكنة بتنزل أعماق كبيرة ولازم تكون راحة عشان شغل كتير، ولازم تكون تربة مثلا شديدة أو تربة هنزل أعماق كبيرة، او ان انا هنزل في مثلا طبقات بازلت او جرانيت او حاجة تستاهل ان انا اودي مكنة زي ده هي، لان المكنة اللي زي دي الترومبة اللي عليها كبيرة، ومفروض ان هي بتبقى نقلها مكلف، فلازم تكون العملية اللي انا رايحها عملية كبيرة. الماكينة ديت ماكينة هيدروليك وعلى كاتينة، ولازم برضو لازم لها سيارة تتحمل عليها علشان تروح الموقع او كساحة، لان طبعا ما تقدر. الماكينة ديت حضراتكم ديت لازم مثلا على كأطرة او على شاسيه لازم لها عربية تقطرها. دي ماكينة فول هيدروليك طبعا زي ما احنا شايفين، وممكن تروم الهيدروليك بتاعتها كبيرة، بتنزل برضو اعماق او بتنزل في او بتنزل في التربة الطبيعية او الصخرية. السيارة ديت او الماكينة ديت بتوضح لي المكونات ماكينة الجسات. اهم حاجة في ماكينة الجسات طبعا آلات الدوران وترومبة البونتونايت او ترومبة الطفلة او الدرينج فلو بامب. اهم حاجة في الحفر الدوار المات بامب او ترومبة الطفلة تكون بحالة كويسة او حالة جيدة او كباستي عالية. من غير المات بامب ما اعرفش اعمل جسات بطريقة الروتري دريلينج او الحفر الدوار. لازم تكون عندي آلات كويسة. واهمية البامب او اهمية البونتونايت ثلاث حاجات، انا بعمل كيسنج او بلايس البير، او ان انا ببرد الحفار او بطلع ناتج الحفر بره. من الادوات اللي بستخدمها الترايكونة او البت، ديت من الادوات اللي انا لازم ببدأ بيها الحفر. بعد كده حضراتكم بستخدم الترايكون او البت او الكاربايد ترايكونة او البنطة في التربة اللي هي شديدة. ده حضراتكم السنجل كور، والسنجل كور حضراتكم اللي هو يعني سنجل يعني بصورة واحدة، فيها سكينة في المقدمة بتتركب فيها فيدي، والفيدي دي طبعا لما بتخلص بنجيب الفيدي دي كاربايد بنبدلها او بنروح نوديها للخراط علشان يعمل فيدي جديدة، لانه مع الشغل بتبقى خلصت واتاكلت، فما ينفعش ان انا احفر من غير الفيدي الفيدي دي، ولازم بتتلحم بنحاس. فحضراتكم اهم حاجة ان دايما بغير سكاكين اللي هي المقدمة ديت طبعا عشان ما غيرش كول بالكامل، فبعمل السكاكين دي في المقدمة، ودايما السكاكين ده هي بوديها للخراط عشان تعمل لي الفيدي اللي هو في المقدمة دوت، لانه طبعا لما مع الشغل بينتهي. فاي كور هيجي من غير الفيدي دهيت يبقى الكور ده مش هيعرف يعمل لي سامبلينج، ولا هيطلع لي عينات، ولا هيعرف يقطع في صخر، ولا هيعرف يقطع في اي تربة. فضروري جدا حضراتكم نعرف ان لازم يكون سكاكين الحفر جايه بيها فيديه جديده فيديه جديده علشان برضو نعمل عينات وسامبلينج بطريقه كويسه. فديت من الحاجات المهمه اللي المهندس او الجيولوجي لازم ياخد باله منها لما بيروح يقف على مكان الجسات، يعاين السكاكين ويشوف فيها فيديو ولا لا. زي ما احنا شايفين ان هنا الفيدي اتاكلت، لانه طبعا كان شغال في تربة زلطية او شغال في تربة ناشفة، فبدأ يعاني من السكاكين ان هي ما بتجيبش. ده السنجل كور طبعا اول حاجة بتنزل، اذا كنت بعرف اجيب عينة سليمة منه فبشتغل بيه، سواء في السويل سواء في الصخر زي ما انتم شايفين حضراتكم في الصورة ديت، ان بطلع صخري سليم وبطلعه بالتتابع بتاعه، والصخر ده الهاردنس بتاعته عالية فجاي بكواليتي كويسة، الريكفري بتاعه كويس وكل حاجة. تاني حاجة في ادوات السامبلينج اقدر حفر الكيسنج. لو انا هشتغل في سوفت كلاي او تربة سوفت او فيري سوفت كلاي لازم اشتغل بمواسير كيسنج، لانه الارض بعد ما اطلع هتلم. حضراتكم شايفين السنجل كور ونازل في مواسير الكيسنج، فضروري جدا استخدم مواسير كيسنج اثناء الحفر في التربة الضعيفة، او ان انا هستخدم في مية. ده الكاتشر، الكاتشر ده لو انا مثلا عينة ما تطلعش معايا فبركبه. دوت حضراتكم الاس بي تي او المعلقة او السبون اللي انا بجيب منه العينة بالدقات اللي احنا شرحناها قبل كده. حضراتكم ده البي في سي دبل كور،
والبي في زي ده بالكور ان انا بحط ماسوره البلاستيك اللي هي الرمادي ديت جوه الماسوره الحديد وبنزل بركب السكينه بحيث ان هو يجيب لي عينه محفوظه في الماسوره بلاستيك. ده التريبل كور، ده التريبل كور يعني ماسوره جوه ماسوره جوه ماسوره. حضراتكم ده المزير، والمزير برضو زي التريبل كور بس بتكنيك تاني. وسوى المزير او التريبل كور دول ادوات بحصل بيهم على عينات بجودة عالية سواء في الرمل سواء في الروك او في السوفت كلاي. اجهزة طبعا لازم تنزل بمواصفات وليها الطبيعة الشغل بتاعها. حضراتكم ده الاوبن تيوب او الشلب تيوب او بالعربي المقطع. ده حضراتكم بيتركب بألانكيه مكان المسامير موجودة اهي في مواسير الحفر، وبينزل يقطع لي في السوفت كلاي اندر بريشر اوف ماشين. حضراتكم ده البيستون، والبيستون بيبقى ماسورة جوه الجراب دوت وبيتركب في مواسير الحفر بألانكيه، وبينزل في الفيري سوفت كلاي اندر ووتر بريشر، يعني مش اندر ماشين بريشر، اندر ووتر بريشر انا بنزله تحت ضغط المية. وهنا حضراتكم طريقة حفظ العينات في الصناديق. شايفين طبعا الصناديق متقسمة لخانات، وكل كبيرة وصغيرة بتتحط طلعت من البور هول، وبنرقم التوب والبوتوم، وبنعمل ليبل على كل عينة بالمتر. وبكده حضراتكم كنا مغطيين جميع أنواع الحفر وآلات الحفر، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام.